إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر السابع بعد الولادة. الطفل في هذه المرحلة يحبو بحرية، وهو يحمل أي شيء ويفحصه، ثم قد يضعه في فمه أو قد يرميه بعيدا. من الناحية الاجتماعية يبدأ الطفل بتمييز الوجوه ويكون أكثر حذرا مع الغرباء، وهو ينادي بأصوات تشبه ماما أو بابا في هذا الشهر السابع، بعد الشهر السابع طبعا. أيضا قد يكون مر الحين في فترة الفمية، وهي فترة أنه يمسك بعض الأشياء ويضعها في فمه، وعادة هذه الفترة تكون فترة خروج اللعاب بكثرة من الفم بسبب وضعه لبعض الأشياء في فمه، وهو هذا الأمر يستثير بعض الأعصاب التي تثير القدد النكافية التي تنتج لنا اللعاب في الفم بسبب وضعه بعض الأشياء في الفم. ممكن أن يركز على بعض الأشياء المحببة له ويستمع إلى بعض الأشياء المحببة له، وأيضا قد يلعب كثيرا في هذه الفترة ويدرك بعض الأشياء ويبكي كثيرا إذا كان يتألم من أقل الأشياء البسيطة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم.